موجودة والحمد لله في اليمن. أحيا الله السنة في اليمن ونشر التوحيد في اليمن، نشر التوحيد في اليمن ونشرت السنة بالله ثم بدعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. كيف نشر السنة في مكان كان لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه بالسنة أو يعارض الشيعة الرافضة، بل أن هذا المركز نشأ في بؤرة من بؤر التشيع، فنحمد الله عز وجل على ذلك الذي هيأ هذا الشيء، هذه الدعوة الصالحة والدعوة السنية المبنية على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. وها هو الشيخ يحيى ابن علي الحجوري سيتكلم بكلمة للحاضرين حسب طلبهم، فنرجو منه أن يقول ما يسره الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق للجميع. حمد صلى حمد السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمن نعم الله سبحانه التي امتن بها علينا نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة طلب العلم على أيدي أهل السنة الصادقين الناصحين الداعين إلى الله على بصيرة ونور، على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن شدة احتياج الأمة إلى علماء السنة ودعاة السنة في كل زمان ومكان وما من زمان إلا ويقل فيه الناصحون ويكثر فيه الغشاشون، لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال أنس، أنس يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري. ومن الشر الذي يزداد من حين إلى آخر قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل. ومع هذا فوعد الله لا يخلف: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وما دام الأمر كذلك وجب على طلبة العلم والدعاة إلى الله الالتفات حول علمائهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولا يعني ذلك أنك إن رجعت إلى كبار أهل العلم أنك لست بعالم، فقد ثبت في مقدمة سنن الدارمي من في قصة عبد الله بن مسعود مع أبي موسى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى على قوم في مسجد بني حنيفة، وأحد الناس قد انبرى لهم يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فأنكر ذلك أبو موسى رضي الله عنه، ثم أتى فوقف على باب عبد الله بن مسعود حتى خرج للصلاة، فقال أبا عبد الرحمن: رأيت اليوم أمرا وما رأيت إلا خيرا ظاهره ذكر، أنكرته. قال: وما هم؟ قال: رأيت كذا وكذا. ذكر له القصة. قال: هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم فإني ضامن لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم انطلق إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى وقف على تلك الحلقة فقال: أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله إن هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال راوي هذا الأثر: لقد رأيت، عن عبد الله: لقد رأيت أولئك النفر يطاعنون بسيوفهم بعد ذلك ما أصحاب النهروان. وشاهدنا من هذا هو أن أبا موسى من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجع إلى عبد الله بن مسعود في قضية من القضايا هو أعلم بها، وهو كان الحكم منه فيها. أيها الإخوة الأفاضل، إنما ثبت في مقدمة صحيح مسلم لهو نظير هذه المسألة أيضا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح، قال: حدثنا كهمس وهو ابن الحسن عن بريد بن عبد الله، أو ماذا عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، قال: انطلقت أنا أو أول ما ظهر القدر قبلنا بالبصرة على يدي رجل يقال له معبد الجهني، أظهره معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. يحيى بن يعمر يقول: انطلق هو وحميد، فقلنا: لو وفق لنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه.
قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاقتنفته أنا، وعلمت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وقلت أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتكفرون العلم ويقولون الأمر أنف، يتكفرون العلم يقرؤون القرآن ويقول الأمر أنف، معناها أن الله ما علم مقادير الكون إلا بعد حدوثها، ما علم الأمور إلا بعد حدوثها. فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل. قال فانطلق فلبثت مليا فسألته فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. الحديث انفرد به مسلم كما ترى وهو في الصحيحين بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشاهدنا أن يحيى بن يعمر لما رأى تلك القضية أناس يتكفرون العلم ويحفظون القرآن وتظهر منهم تلك المقالات المخالفة لما تدل عليه الأدلة، حصل أن تيسرت له حجة أو عمرة سأل فيها عبد الله فكان فيها الحكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند العالي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه حين مات قال مورق العجلي ذهب اليوم على المسلمين علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع أهل البدع قلنا تعالوا إلى أصحاب إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطينا ماذا في إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات سفيان بن عيينة رثاه بعد بعضهم فقال من كان ملتمسا جليسا صالحا من فليبكي للإسلام سفيان أو نحو ذلك، لا راحوا بسفيان لا نعشه والعلم مكسوين أكفانا. والشاهد من هذا أن أهل العلم ولا زالوا يعني الذين هم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في غاية الإجلال لأكابرهم ولمشائخهم وماذا، وهكذا أيضا مودة ورحمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. وهكذا سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد انقلب الحديث في بعض رواياته ما تنفق شماله يمينه برغم النفقة جعلت فيه للشمال. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وشاهدنا من هذا الحديث أن الذين تحابوا في الله لا لدنيا ولا لحزبية ولا على جمعية، وإنما من أجل الله وفي الله. الله يجزيك خلاص، الله يبارك، جزاكم الله خير. وهذا حال أهل السنة وبحمد الله. فأهل السنة إن تحابوا تحابوا لله، وإن اجتمعوا اجتمعوا لله، وإن تفرقوا تفرقوا على ذلك، وإن دعوا دعوا إلى 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 الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة أهل السنة. أما طريقة أهل الأهواء والحزبيات فيجتمعون للدنيا ويتفرقون على مطامع الدنيا، ومن أجل الجمعيات ومن أجل الحزبيات ومن أجل انصرني وأنصرك، يعني على ذلك المبدأ. فلله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتفقه في دين الله، وبالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين. وأنا أغبطكم على جلوسكم عند هذا الشيخ الجليل الوالد الكريم الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. فالله يعلم كم يجله أبناؤه في اليمن، فاغتنموا هذه الفرصة. وكم يجله أبناؤه في مركز دماج، وماذا ويعرفون ما له من الصمود أمام أهل الأهواء والبدع، وكذلك الرسوخ في العلم. فاستفيدوا واغتنموها فرصة، ولا يحملنكم الشغل بالوظائف على الانشغال عن أخذ العلم. فابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى مجلس الصحابي، كبار الصحابة، فيجلس عند بابه، إلى بيته فيقف عند بابه والرياح تسفعه، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله لو دعوتني لأجبتك. فيقول: لا. معنى كلامه العلم يؤتى، فعندئذ يصحبه فيأخذ منه بعض الأحاديث. ومر رجل فقال: يا ابن عباس من يحتاج لك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توافرون؟ قال: فتركته ومضيت في أمري في شأني، فلم يلبث إلا زمنا حتى كان الناس يحتاجون إليه ويجلسون حوله. فمر ذلك الرجل وقال: لقد كان هذا الغلام أعقل مني، يعني من حيث أنه أقبل على العلم ولم أقبل أنا ذاك على العلم. ومع ذلك فأنت ترى علم ابن عباس إذ اختلف مع المسور بن مخرمة في غسل المحرم، من على رأسه. فكان الصواب مع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من على رأسه محرم، قضى بذلك أبو أيوب رضي الله عنه. وهكذا في مسائل المتعة التمتع لله، في مسائل التمتع للحاج، وكان الصواب مع ابن عباس. وهكذا في كثير من المسائل لما أقبل العلم وصار يلقب بالبحر أو بالحبر. إخواني في الله، النصيحة بطلب العلم، وينبغي أن نتناصح بذلك ونتواصى بذلك في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه الناصحون، وفي زمن هرع الناس وانهمروا على مطامع الدنيا وعلى ملذاتها، وفي زمن لا يساعد على العلم والتعليم والتفرغ له والله، وإنما القلة القليلة الذين وهبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وتجردوا لنصح المسلمين، بعيدين عن مطامع الدنيا وملذاتها، بعيدين عن حطامها وشهواتها وجمعياتها، بعيدين عن كذلك أيضا زخارفها. فالله الله. وأنا أذكر هذا من باب ما قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد
قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فوالله ما أحوج المسلمين إلى علماء حديث وإلى علماء سنة ثابتين على الحق لا تأخذهم في ذلك لومة لائم ولا يخافون في ذلك لومة لائم. نعم وحيثما كنت فأمر بالجميل ولا تخشى سوى الله من قاص ومن دان ولا تخشى سوى الله من قاص ومن دان. فلا شك أن الحق مر ولكن أيضا يحتاج إلى علم وإلى بصيرة وإلى صدق وإلى توكل على الله وإلى ثبات. ومن أشد ومن أحسن ما يثبت طالب العلم على الخير جلوسه عند الصادقين الناصحين أهل العلم وتمكنه من العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى طالب العلم أن يتواضع لذلك. فقد جاء مجاهد في الصحيح أنه قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وهكذا أيضا العالم إن رأى نبوغا من طالب بذل له ما تيسر من الوقت فما أحسن ما قال يحيى بن سعيد القطان لمسدد يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك. لما رأى فيه من النبوغ ولما رأى فيه من حب العلم يقول إنه مشغول ولا أتاه إلى بيته يعلمه. وهكذا ألا يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى والتمسك بالسنة فيه بركة. ترى طالب العلم الثابت على السنة ولو كان ذا علم قليل يحبه الناس. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ويحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتباذلين فيا وللمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا. حديث قدسي حديث معاذ رضي الله عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. التواضع للعلم التواضع للعلم ولأهل العلم لأهل العلم. فإن الله عز وجل قد وصف المؤمنين بذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم فهذه صفة المؤمن. والله يقول واخفض جناحك للمؤمنين وفي آية أخرى لمن اتبعك من المؤمنين إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وما أريد أن أطيل إنما هي كلمة مختصرة بين يدي والدنا العزيز الجليل المحبوب لدينا والله يعلم أنتم كذلك. نعم للتواصي من باب ما قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيح حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال وهو ابن عيينة قال حدثنا سهيل وهو ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يحب ورضا وأن يختم لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين. والله أنا صديق أولادك محمد وحسين. أيوة بس.